السلامة من المعصية خير من الوقوع فيها، صح فيها لذة في وقتها، لكن ترى يعقبها حسرة وندامة. السلامة من المعصية راحة نفسية وطمأنينة قلبية ولذة وخشوع في الصلاة، بعكس الوقوع فيها حسرة وندامة وتتحسف. فدايم تذكر قبل ما تقع بالمعصية أنك بتتحسف وبتندم وبضيق صدرك، فالأسلم منها ما تقع فيها. وإذا صارت نفسك تراودك على أنك تقع في المعصية، ودك متردد على طول، أشغلها في طاعة، قم توضى وصلي لك كم ركعة، أو أشغل نفسك مع صحبة صالحة، أو أشغلها في نفع الناس، أو أشغلها في كل عمل خير. أشغل نفسك في الطاعة عشان ما تشغلك في المعصية. ومهما تكرر ذنبك وإن عظم، مهما تكرر وإن عظم، تذكر لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يوسوس لك الشيطان يقول أنت منافق، تتوب وترجع، أرجع وأتوب، أرجع بعد فترة، ارجع، ترى الرجوع لله عبادة. وما دامك تستغفر وتتوب معنات الله رايد بك خير، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله لي ولكم.